اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهارده الزبادي بطريقه حلوه قوي. ازاي تطلع كريمي وبالشكل الحلو ده؟ كام تكه كده هقول لكم عليها في الفيديو ازاي وشها يكون ناعم وبالشكل الحلو قوي اللي انتم شايفينه. هي خلاص شهر رمضان داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه بخير يا رب. معظمنا كده في السحور حاجه اساسيه بتكون الزبادي. هنسمي الله وندخل على الفيديو على طول. ما تنسينيش باللايك والاشتراك وتسيبي لي كومنت حلو منك. معايا 2 كيلو من اللبن ومعايا الزبديه. الزبادية دي كبيرة، لكن في الزبادي اللي هي الصغيرة اللي زي كده، لو انتي هتعملي كيلو هتحطي زبادية صغيرة، لكن هعمل الاتنين كيلو هحط عليهم الزبادي الكبيرة، ودي هتكون الخميرة بتاعت الزبادي. طب هعوز اعمل زبادي تاني. الزبادي اللي انتي هتعملي منها هتاخدي منها كوباية وهتكون دي الخميرة، يعني انتي هتشتري اول مرة بس زبادية من بره. حلو كده. اول حاجة معايا حلة الومنيوم، مهم قوي ان هي تكون الومنيوم، ما تكونش جرانيت ولا سيراميك ولا الكلام ده خالص علشان ما تلزقش. هاخدها كده ونروح على البوتاجاز على طول، اقلبها اول مره تقليبه ومش هحط المعلقه تاني دلوقتي فيها خالص، هسيبها لحد ما تغلي وتعمل الوش اللي انتوا شايفينه ده. هوطي عليها النار وهحط معلقه علشان ما تفرش بس مش اكتر، يعني هحط دلوقتي معلقه وهسيبها لكن مش هقلبها. عاوزاها زي ما هي بالطبقه اللي موجوده على الوش، وكمان بيكون في على اللبن من فوق في فقاقيع كده، دي لو حطيتيها في الزبادي هتلاقي الكوبايه من فوق كلها فقاقيع. المهم دلوقتي هسيب اللبن لمده 10 دقايق، يعني اهم حاجه ان انت تجيبي اللبن من مكان مضمون او سوبر ماركت يكون كويس، لكن اضمن وزياده تاكيد ان احنا هنسيبوه. شايفين كده بيغلي ازاي؟ هسيبه يغلي كده لمده 10 دقايق علشان نتاكد ان هو ما فيهوش ميه خالص. هسيبه يبرد لحد ما يبقى زي دمع العين، يعني مش عاوزاه بارد خالص. شفتي كده زي دمع العين بالظبط. هبدا اشيل الطبقه اللي على الوش، يعني هنا بعد ما طفيت عليه النار سبته لحد ما برد خالص. هتشيلي بقى الطبقه اللي احنا سبناها، الوش اللي فيه كل ده هتشيليه، او اي فقاقيع هتلاقيها موجوده هنشيلوها علشان عاوزين وش الزبادي بتاعنا يكون ناعم وحلو قوي. معايا الزبديه هشيل الوش بتاعها. ليه بشيل الوش بتاعها؟ علشان عاوزاها لايت، يعني في ناس عندي بيعملوا دايت وكده، فانا بعملها لهم في البيت اوفر بكتير طبعا. لما بتشتريها من بره الاسعار بقت يعني غالية قوي قوي فوق ما تتخيلوا. فهنعمل كمية حلوة وهنشوفه هنعمل كمية قد ايه وهنعدوهم مع بعض. دلوقتي فضيت الزبادية وحطيت حوالي 4 أو 5 معالق من الزبادي من اللبن علشان اقدر اضرب في الخلاط بقى بالهاند بلندر، وهتضربيهم كويس. اهم حاجة تضربيه كويس علشان الزبادي عاوزاها ناعمة. طب سر الزبادي بتاعتك بتكون طعمها حلو او فيها لسعة، بيبقى اساس الزبادية اللي انت بتجيبيها من السوبر ماركت. يعني اهم حاجة الزبادية اللي انت بتجيبيها من السوبر ماركت تكون طعمها حلو، او تكون مش بقالها فتره، تكون صافحه وكويسه، علشان الزبادية دي الزبادي بتاعتك هتطلع بنفس الطعم بتاعها. هبدا بقى اي كوبايات عندك، عندك بولات هتفضي فيها الكميه اللي انت عاوزاها. في عندي كوبايات صغيره قوي لكن جميله، لو كان عندي منها كتير او نفس الكميه اللي هتقضي الزبادي الكوبايه دي كنت هعبي فيها. بتجيبي الزبادية اللي من بره نفس المقاس بتاع الكوبايه دي بالظبط، يعني طبعا ما بتبقاش نفس المقاس الكبير غير لو جبتيها زبادية. هوريكي في اخر الفيديو ازاي الزبادي الكبيرة او الصغيرة هياخدوا قد ايه من الكوبايات اللي عندي. في الوقت ده كنت مولعة الفرن بقاله 10 دقايق، هسخن مية كويس بس مش هخليها تغلي، وهفضيها في صينية زي ما انتوا شايفين لحد ما المية توصل لنص الكوباية. يعني اهم حاجة ان انت ما تخليش المية تغلي قوي. والبتجاز سبته لحد ما سخن 10 دقايق بالظبط، وطفيتي البتجاز وتأكدي كويس ان انت طفيتيه قبل ما تدخلي الزبادي. عندك استريتش راب او ورق زبدة زي ما هعمل كده، وهتحطيه على وش الزبادي بتاعتك، وصينية كمان نفس المقاس اللي انت حاطة فيها الزبادي، وهتبدأي تغطيها من فوق. وهقولك دلوقتي ليه حطيت ورق الزبدة او هتحطي الاستريتش راب، الاتنين هيقضوا نفس الغرض. هدخلها الفرن كده، كنت عاملاها بالليل، يعني كنا حوالي الساعة 2:30 بالليل دخلتها، وقمت تاني يوم الساعة 10 طلعتها، وهوريها لك دلوقتي كده تاني يوم. ليه قلت لك حطي ورق الزبده؟ شايفه الميه اللي موجوده في الصينيه اللي حطيتيها على الوش؟ كويس قوي ان انت تحطي ورقه الزبده علشان الميه دي كلها ما تنزلش في الزبادي. كده تاني يوم الساعه 10 شايفه الزبادي جميله ازاي ومتماسكه من قبل ما ادخلها الثلاجه. طب ليه هتدخليها الثلاجه وهي تماسكت كده؟ علشان البكتيريا اللي موجوده انت لما بتدخليها الثلاجه خلاص بتموت، مش بتبقى نشطه. شايفه الكوبايات الصغيره جميله قوي قوي قوي، جربيها وبصي كده من قبل ما ادخلها الثلاجه كمان، يعني من 2:30 بالليل لحد تاني يوم الساعه 10.
كانت متماسكه وحلوه قوي. هغطيها تاني بالورق الزبده، مهم قوي ان انت تغطيها قبل ما تدخليها. لو عندك بولات صغيره بالغطا بتاعها ممكن تعملي فيها وتغطيها، دخلها التلاجة وانا مغطيها. سبتها حوالي 4 ساعات تانيين وبعد كده صلحتها. شايفين ازاي ان قلبها مفيش اي سوائل بتنزل منها، متماسكه، طعمها حلو قوي. ان شاء الله قبل رمضان كمان هعمل لكم اللي بالفراوله، يعني مش هتفرقيها ان شاء الله عن اللي بتشتريها من بره. طعمها حلو قوي وبتبقى زي اللي بتجيبها من بره واحلى كمان. يا رب اكون وصلت لكم كل معلومه في الفيديو قلت لكم عليها، او كل خطوه قلت لكم عليها لازما تنفذيها وتعملي زي ما قلت لك بالظبط. هتطلع بالشكل الكريمي وتكون متماسكه وتكون حلوه قوي، وطعمها كمان كان حلو. يعني مش هقول لك شكلها بس، لا طعمها كان حلو ومتماسكه. بقلبها بقلب جامد حلو قوي، يعني ما تخافيش خالص لو فيها سوائل او اي حاجه كانت زمانها اتقلبت معاها، ما كانتش اتمسكت جامد قوي كده. المهم ان انت تسيبيها تغلي 10 دقايق على النار، كانت حلوه وطعمها كان حلو. وكمان الزبدية نفسها كانت كريمي، يعني بصي هوريكي هنا كده شايفه ناعمه قد ايه، كانت ناعمه وكانت كريمي قوي وحلوه سهله، يعني ما فيش اسهل من الزبادي. الوقت اللي اخدته مني ان هو اللبن كان بيغلي وسبته يبرد، لكن غير كده ما فيش اي وقت خالص. هوريكي هنا بقى الزبادي الكبيره والزبادي الصغيره تاخد قد ايه. طبعا الكوبايه دي كبيره، يعني بصي الزبادية الصغيره هفضي منها وما بتكونش مليانه قوي كده كمان، يعني انا مليها بالزياده ولسه في الكوبايه. هفضي بقى في الكوبايه بتاعت الزبادية الكبيره دي، الكبيره اللي كنت جايباها اللي عملت بيها الخميره بتاعت الزبادي، واخد هكمل منها بالصغيره. عملت مني كميه قد ايه؟ عملت 9 كوبايات كبار وخمسه صغيرين، لكن قبل ما ادخلها التلاجة اول ما طلعتها من الفرن الساعه 10 الصبح في 2 اتاخدوا مني اكلوهم بالف هنا وشفا، كان طعمها حلو. يا رب تجربيها وتعجبك. لو عجبتك ما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات ان انت جربتيها وعجبتك. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. القناه بتاعتي غيرت اسمها، يا رب الاسم الجديد يكون عجبكم. انا ومطبخي مع رشا، اشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامة.